قلب دنيا الورى علم ومعرفة كالعلم بالله رب العرش مولانا. العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرآنا. أستاذ عواطف تفضلي. سورة المنافقون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. المبني على الفتح، سنبدأ بالمبني على الفتح، تفضلي. إذا جاءك نعم، الآية الأولى جاء. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما في ثاني. طيب اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ساء. نعم. ساء. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع. نعم. الآية الرابعة وإذا رأيتهم. تسمع. لا تسمع، لا يقبل، أنفعش أقول تسمعت، لا يقبل التاء. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. قاتلهم. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا، في هذه الآية، الآية الخامسة. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله قيل. أيوه. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا يوجد. وأنفقوا مما رزقناكم. لا يوجد. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا يوجد. لا يوجد. جاء. أيوه. تمام. يبقى معك هنا جاء، ساء، طبع، قاتل، قيل، جاء. في هذه الأفعال كلها إعراب واحد. ماذا نقول؟ مبني على الفتح الظاهر. نعم. فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. طيب. الضم بقى مركز على الذي به واو جماعة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. في الآية الأولى طبعاً، عفواً، الآية الأولى لم نتحدث عنها. إذا جاءك المنافقون قالوا. نعم، بارك الله فيك، قالوا. الآية الثانية. اتخذوا. فصدوا. ماذا أيضاً؟ كانوا. نعم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. نعم. كفروا. نعم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. نعم. لا يوجد. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. لووا.
لووا، نعم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هل يوجد في هذه الآية؟ لا يوجد. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ينفضوا؟ لا لا، لا يوجد. لا يوجد. يقولون لئن رجعنا، إذا لئن رجعنا لا يوجد. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم. لا يوجد. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا يوجد. لا يوجد. تمام، بارك الله فيك. يبقى معك هنا بقى يا أستاذة عواطف قالوا واتخذوا وصد وكان وآمنوا كفروا، كل ذلك إعراب واحد. الفرق الضم الظاهر على آخر اتصاله بواو جماعة. نعم. طب لووا، لووا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على آخر المقدر اصلها لوى، لوى الريال المقدر على الريال المحذوفة الالف وليس الياء. انا قلت لوى، لوى ودليل على الألف الالف في محذوفة. فتحه. الفتحه موجوده اهي، دليل على ان الالف محذوف. يبقى هنا سنقول ايه عندما الألف علمنا ان محذوفة، الالف هنا محذوفه؟ الألف محذوفة منع التعذر. فعل ماضي مبني على الالف مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه للتعذر اتصاله بواو الجماعه. يا جماعة نعم، ممتاز، بارك الله فيك. طيب النوع الثالث بقى المبني على السكون، سنركز بقى تاء ضمير نافعلين نون نسوة، سنأخذ هذا الفعل ونعربه إعراب المبني على السكون. الآية الأولى فيها أفعال متصلة بتاء الضمير نون النسوة نافعلين. لا الآية الثانية لا توجد. الثالثة لا يوجد. الرابعة لا يوجد. الخامسة رأيتهم. طب احنا في الرابعة لسه رأيتهم. نعم الرابعة رأيتهم. تمام، والخامسة أيضا رأيتها مكررة مرتين. تمام، يبقى هنا مكررة مرتين، نغير اللون عشان يبقى إيه اللون بتاع الإيه مبني على السكون. تمام، طيب الآية السادسة سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء لا عليك يوجد. أستغفرت لهم استغفرت أيضا. هم الذين يقولون، الآية السابعة هو الذين يقولون لا تنفقوا لا يوجد. الآية الثامنة يقولون رجعنا رجعنا رجعنا، نعم يقولون لئن رجعنا. الآية التاسعة لا يوجد. العاشرة رزقناكم، رزقناكم صح؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. أخرتني، أخرت صح؟ طيب معك الأفعال المبنية على السكون هنا، رأيتهم، استغفرت، أخرت، إعرابها واحد.
الاتصال وجد قول لي على السكوت طيب. رأيت استغفرت أخرت، إعرابها واحد فعل ماضي. الاتصال هي بتاع التأنيث لا ليست تاء التأنيث، دي تاء الضمير. بتاع الضمير. اتصالي بتاء الضمير، مبني على السكون، اتصالي بتاء الضمير. تمام، طيب رجعنا باتصاله بناء الفاعلين زي للفاعلين، ما بيقولوا عنه. رزقناكم. باتصاله بناء التعظيم جميل، يبقى فعل الماضي مبني على سكون اتصاله بناء التعظيم، لأن المولى عز وجل هو الذي يرزق. ما شاء الله يا أستاذ عواطف، بارك الله فيك. يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهلين.